أنا شايف إن المشهد اللي هو نفس الدولة القمعية ودولة القهر والظلم اللي كانت موجودة في عهد مبارك والمجلس العسكري ومرسي مستمرة إلى الآن. القضية بتاعت علاء كانت اتحفظت، رجع مرسي وجماعته فتحوا ملفها تاني نكاية في علاء. علاء بيقف أمام الظلم في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان. أظن أن المشهد بيقودنا إلى البداية لثورة من جديد إن شاء الله. هتكون أصعب شوية إلا إذا أخذ القادة في حسبانهم أن الشعب ده لن يرجع إلى القهر مرة أخرى، وتعاملوا معاه على من هذا المنطلق. الشباب لن يسكت، الدماء التي سالت على الأرض لن تذهب سدى. أنا شايف أن الشباب مصر أن هو يستعيد مصر، وإحنا كلنا مصرين أن احنا نستعيد مصر مرة أخرى. احنا نزلنا ودينا تفويض للسيسي، وانا كنت اول واحد ضد النظام الاخواني، ودي التفويض اساس انه يتخلص من الظلم ده ولا ياتينا بظلم غيره. فاللي انا شايفه دلوقتي ان الفلول كلها رجعت تاني، نظام مبارك رجع تاني بنفس الوجوه. يعني لما يكون فتحي سرور وهاني سرور، مصطفى بكري، مصطفى الفقي اللي كتب الدستور نفسه، انسان يعني كان من اعمده نظام مبارك، عمرو موسى اللي بيوقع على كل ورقه فيه. فانا شايف ان المشهد هذا مشهد هزلي والى زوال باذن الله تعالى. ان شاء الله النصر، الثوره مستمره ومنتصرين باذن الله تعالى. دكتور يحيى عبد الشافي مواطن مصري جاي يتضامن مع علاء اللي معايا في نفس القضيه، في قضيه مجلس الشورى المتهمين برضه فيها ظلما وعدوانا، واللي هو الى الان محبوس على ذمه القضيه ولم يحدد جلسه الى الان، هو واحمد عبد الرحمن زميلنا. يعني بينكلوا بالثوار اللي هم كانوا بيفتخروا بيهم امام العالم في بدايات 25 يناير. هو نفس النظام ونفس ابواق الاعلام ونفس سحره فرعون، هم نفسهم بيشوهوا في الثوار. احب اضيف برضه للمشهد اللي انا شايفه ان النظام بيعلي في الاسوار، النظام بيحبس الثوار، النظام بيحتبي من شعبه بالجدران الاسمنتيه والحديديه. هذا نظام ساقط. عشان نظام يحبس الناس اللي كان بيمجد فيهم من منذ الأمس القريب وبيفتخر بيهم أمام العالم ويفرج ويكرم القتلة والنظام القديم اللي احنا كنا قايمين بثورة عليه، هذا من العار. يعني دلوقتي شفيق بينتقم من الثوار. وبعدين أنا عايز حضرتك تجيب سورة منى سيف اللي هي متهمة بحرق مقر شفيق، وتقارن كده بينها وبين اي واحد من البلطجيه اللي هم موجودين دلوقتي في النظام حتى من الاعلاميين. منى سيف ازاي تبقى بلطجيه؟ وازاي يجي لها فكرها ان هي تحرق مقر؟ اتهامات باطله وكوميديا ساخره سوداء. وان شاء الله هذا النظام سيندم حيث لا ينفع الندم. الشعب المصري صبر عليه كتير جدا جدا جدا، واقترب جمله اقتربت جمله لقد نفذ رصيدكم. فعلا الثورة قادمة وبقوة إن شاء الله تعالى. شكرا.